مشاهدي الكرام، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم حوار نواكشوط. الليله نناقش موضوع ايران والمد الشيعي ودورها في دعم المقاومه. هل ايران منقذ ام مستعمر؟ ما هي المقاومه الشعبيه؟ اين تكمن تلك المقاومات؟ نتحدث على ضوء الحلقه السابقه من برنامج حوار نواكشوط، والتي استضفنا فيها السادة محمد الكوري ولي العربي، وهو باحث وناشط سياسي، والنائب في الجمعية الوطنية محمد غلام الحاج الشيخ، بالإضافة إلى الكاتب الصحفي الولي سيدي هيبة. بعد تلك الحلقة اتصل علي الكثير ممن يصفون أنفسهم بالمدافعين عن إيران وعن التشيع، واتصل علينا بعض من يصفون أنفسهم بمعتنقي المذهب الشيعي. نحن الليلة فضلنا الحديث في السياسة. الحديث في السياسة يجرنا للحديث عن دعم المقاومة. هل في الطيف السياسي الموريتاني داعمين لهذا الخيار؟ هل في الطيف السياسي راغبون في الممانعة وفي محور الممانعة؟ هل في الطيف السياسي من يحمل تلك الهموم التي تنوء بها كواهل المقاومة في إيران وفي العراق وفي اليمن وفي فلسطين وفي سوريا وفي غيرها من بلدان العالم الإسلامي والعربي؟ وفي خضم هذا الجدل الدائر والعارم حول مفهوم التشيع وحول مفهوم الدعم الإيراني للحركات المقاومة، هل يمكننا أن نتحدث عن هلالان؟ هلال تحدثنا عنه في حلقتنا الفارطة، وهلال نتحدث عنه في هذه الحلقة. أستضيف لكم لإثراء الحوار ولأيضا مدكم بمزيد من التفاصيل حول تلك المواقف السيد محمد محمود ولد الطلبة، وهو نائب رئيس الجمعية وهو نائب لرئيس الجبهة الشعبية. اهلا وسهلا محمد محمود. ومعي كذلك الاعلامي والباحث محمد بدن والاحمد الاعمار، وهو مدير لموقع المعاينه وباحث ومهتم بالموضوع. ومعي اخيرا وليس اخيرا محمد ولفال رئيس حزب الرفاه، وهو نائب في الجمعيه الوطنيه. اهلا استاذ. اهلا بكم جميعا، واهلا بمشاهدي الكرام الذين فضلوا متابعة الموضوع وأيضا إرسال مزيد من المقترحات ومن التعليق. لقد حظيت فعلا بتعليق بعض المختصين والمهتمين بالموضوع من الدكتور يعقوب السيف، لقد أرسل إلي مشاركات تتعلق بعتبه على غياب الرأي الآخر من الحلقة الفارطة، وسنعمل على حضور يعقوب السيف في حلقة قادمة للحديث عن قضايا وطنية ودولية. وكان يفترض أيضا أن يشارك معنا في هذه الحلقة الزميل صلاح لباب عبد الرحمن، وهو من مصر ولديه أيضا خبرة في المجال المتعلق بالمقاومة في العالم العربي والإسلامي. الأستاذ محمد ولفال رئيس حزب الرفاه، أهلا وسهلا بكم، وبودنا لو كانت عندكم تعليق يخص الحرقة الفارطة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لك ولقناة الوطنية التي سبق أن استضافتني مرتين سابقتين. بالنسبة للحلقة الماضية كما أشرت في المقدمة، هي كانت تمثل رأيا واحدا، والشيء نفسه ينطبق على هذه الحلقة. هي نفسها أيضا ربما تمثل اتجاها واحدا أو رأيا واحدا، وكان من الأفضل أن تكون كل حلقة فيها من يمثل الرأي والرأي الآخر، حتى يتم إثراء الموضوع ونقاشه بشكل جيد ومعالجة القضايا. ما دام هنالك هلالان فالأفضل أن نتطرق لكل. انا اعتقادي انه لا يوجد الا هلال واحد ان شاء الله. تفضل. الحلقه الماضيه في الحقيقه
رغم احترامي لها واحترامي للذين شاركوا فيها، وهم من لا شك أصحاب المعرفة ولهم باع واسع في مجال السياسة، إلا أنها كان في حقيقة ينقصها الكثير من الموضوعية. مثل ماذا بالضبط باختصار؟ كل ما كان يتعلق بالمقاومة، كل ما كان يتعلق بإيران، كل ما كان يتعلق بما سموه المد الشيعي، وأيضا ما كان يتعلق بالخطر القائم من هذا المد، أنا أرى أنه تجاوز فيه حقيقة الواقع وتجاوز فيه المنطق وتكلموا من طرف واحد وبرأي واحد. حقيقة ما يسمى بالمد الشيعي أنا اعتقادي أنه أمر مهول، لأن قبل هذه الحالة القائمة الآن وهذه الفتنة القائمة الآن وهذا التضخيم والشحن الطائفي الخطير، كان قبل هذه الحالة يوجد شيعة وكان يوجد سنة، ولم نلاحظ عبر التاريخ مشاكل تذكر بين هذه الطوائف. طبيعي هناك اختلافات داخل 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 الأمة الإسلامية كطائفتين كبيرتين هما السنة والشيعة، ولكن هذه الاختلافات أيضا موجودة حتى داخل السنة وحتى داخل الشيعة، وحتى عندنا داخل المذهب الواحد هناك طرق. داخل مثلا احنا كمالكيين في المذهب المالكي هناك طرق، هناك القادرية، هناك التيجانية، وهناك غيرهم، توجد اختلافات. هذه الاختلافات لا تؤخذ مأخذ العداء بين هذه الطوائف، وكأنها حرب شعواء يجب استنفار الجيوش لها واستنفار، وكأنها خطر داهم، ونتناسى الخطر التبشيري وهو الأخطر، الخطر المد المسيحي الذي يغزونا عبر المنظمات التبشيرية والمنظمات الحقوقية والمنظمات الخيرية بين قوسين. وأكيد أن هذه هي كلمة حق أريد بها باطل، تم استهداف هذه الأمة بهذا الوباء الخطير ووباء الطائفية من أجل أن تشغل هذه الأمة في داخلها عن قضايا الكبرى، وهي قضايا فلسطين وقضايا تحرير الأراضي المقدسة ومواجهة الهيمنة الغربية. وللأسف أن ما كان يروج له على لسان وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هو يطبق الآن على الأرض العربية والإسلامية، وهو في بوادر نجاحه للأسف. وطبيعي أن أي فتنة داخل الأمة، داخل مذاهب التي المكونة للأمة، أكيد أن وراها أياد خبيثة وأياد استخباراتية وأياد استعمارية وأياد فاسدة في الأمة تريد العبث بها والمستقبل. الأستاذ محمد بدن، أنت إعلامي مهتم، فيه كما أشار رئيس جانب يتعلق ب الاصطفاف حول الموضوع المثير اللي هو الموضوع الحالي يتعلق بالمقاومة وإيران والتشيع. هل عندك تعليق ما يخص الحلقة القادمة إذا كنت تابعتها سابقة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في البداية أود أن أشكر الوطنية أهلاً على هذا البرنامج المهم الذي يهم الرأي العام، خصوصا فيما يتعلق بالمد الشيعي تارة والقومية العربية تارة أخرى والمشاكل الموجودة في الأمة الإسلامية بصفة عامة. إلا أني أود أن أقول هنا في هذا السياق أن حزب الله حقق عدة انتصارات، وهذه الانتصارات كان الشعب العربي الإسلامي برمته سواء الشيعة أو السنة دعما له وتأييدا، لأنه حاول أن يدحرج شيئا ما الإسرائيليين أو يعطيهم درسا، أعتقد أنهم لن ينسوها أبدا. لكن هناك اختلافات في الأمة الإسلامية تتعلق بالمذاهب، وكنت أحب أن تكون هذه عاصفة الحزم. نحن لم نصل بعض إلى تلك التفاصيل الدقيقة، نحن نتحدث الآن
حول محور تمهيدي، إذا كانت عندك تعليق ما يخص بالموضوع. أريد كنت أن أقول شيئا، نحن سنصل أن أوضح العلاقة ما بين تلك الدول في نفس المضمار، لكن بعد قبل ذلك سأحاول أن أقول أن الحلقة الماضية على ذكركم الحلقة الماضية أنها كانت شف تصب في بوتقة واحدة، وهذا ما لا يخدم البرنامج ولا يخدم الرأي العام. أرجو أن يكون الحلقات القادمة متشعبة ومتلونة بألوان الطيف. نحن ندعوكم الآن لجلد تجلدونا، يعني تعطونا رأيكم في الموضوع كله. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا نشكر على الدعوة باعتبار على إنهاء البرنامج مهم جدا بالنسبة للمواطنين والموضوع أهم. بالنسبة للكلام اللي احنا نقولوه عن قضية الشيعة والسنة وإلى آخره، هو لا فزاعة كيف ما كنا نقولوا الفوضى الخلاقة، ثم نقولوا الربيع العربي، والآن الموضة هي السنة والشيعة، وهذا كامل الهدف منه هو تشتيت هذه الأمة الإسلامية وشغلها فيما في الأشياء اللي ليست بمهمة. لذلك أنا فعلا تابعت الحلقة وكنت فعلا اشمئزيت من بعض المداخلات، خاصة لسيد النائب الموقر المحترم، اللي أنا أتذكر أنه كان من ضمن المجموعة اللي كانت في رابطة الصداقة الموريتانية الإيرانية، كان فيها سالك والسيدي وهو نائب حزب التواصل والإخوة، ولكن اسمح لي الإخوة الثانية محمد غلام هو ما هو حاضر لأنت مو علاقة لنا. طيب محمد غلام، محمد غلام كان من أول الناس اللي كتبت ضد الجانب التشيع. أنا يؤسفني أن أقول لك عن أستاذ محمد غلام، احترامي له ليس بمثقف، هو ما عنده شهادات عالية يستطيع أن ولا يدرك معنى الشيعة بالمفهوم العلمي. رجل سياسة، السياسة والعلم يختلف، أن تكون عندك قدرات علمية تستطيع من خلالها أن تقيس مفهوم وتعطيه معنى هذا شيء، وأن تكون مرتجل لأي شيء من أجل أن وكأنه بازار يباع، هذا أنا أحترمه، ولكن أذكر بأنه دخل غزة وختم على جوازه عند البوابة بختم إسرائيلي ولم يشمئز. هذه معلومة جديدة، لأنك ما ممكن تدخل غزة إن لم تجد الموافقة الإسرائيلية، هذا معروف، وما والماضي كل واحد منا يعرفه. وبالتالي المجموعة الثانية كانت فعلا مجموعة محترمة قوية، واضح اسمعني، صدامية، وكانت وكأنها تنتقم من الأشياء. لا، ما شفت في نقد بنا مبني على قاعدة علمية. لذلك احنا ونقول لك شيء، أخوتنا نتذكر عن أخوتنا الشيعة هم مسلمين، هم أخوتنا في الدين وهي كل شيء. هل عدونا هم أم العدو الإسرائيلي والأعداء كثر؟ واضح. نعود لمحمد الفال، أنتم تتحدثون هم يتحدثون بتهويل عن الشيعة، أنتم تتحدثون بتبسيط وبنوع من أيضا إفساح الفرصة والسانحة أمام أي تمدد يسمى بالشيعي. هل تعتقدون أن موريتانيا مهيئة لطائفة جديدة اسمها الشيعة؟ وهل توجد حسب معلوماتكم وأنتم مهتمين هذه حتى الآن بوادر لهذا هكذا دين جديد أو مذهب جديد في موريتانيا؟ أولا هو ليس دينا جديدا، الدين الإسلامي دين واحد، الشيعة والسنة كل واحد من هاتين الطائفتين، واحد من هاتين الطائفتين تؤمن برب واحد وبرسول واحد وبقرآن واحد، ويجمعهم حب آل البيت طائفتين، بغض النظر عن الاختلاف الموجود التي أشرت لك سابقا أنها موجودة حتى في المذهب الواحد. حتى نحن في المذهب المالكي عندنا اختلافات على مستوى الطرق، وهم أيضا في داخل الشيعة عندهم بعض الاختلافات. أنا اعتقادي أن هذه حملة كاذبة ضالة مضللة، اسمح لي حتى أكمل ما أريد، تهدف بشكل واضح إلى تفتيت الأمة وإلى شغلها في داخلها حتى يظل الكيان الصهيوني يحتل الأرض المقدسة ويسرح ويمرح، وتظل القوة الغربية الاستعمارية العدو التقليدي لهذه الأمة يستخدم هذه الأمة كأداة لضرب بعضها بعضا، ويظل هو المسيطر والمستقل لكل مقدرات الأمة وخيرات الأمة، ويبيع لها فضلات سلاحه وباقي منتجاته، ويظل هو الرابح الأكبر، وتظل الأمة ضعيفة مفككة مدمرة لمصلحة هذا العدو الشرسي الأقدر. الذين يظنون
أن موريتانيا أو غيرها أمام غزو شيعي أو أنا أعتقد أنهم ضالون ومضلون، لأن حتى في داخل العراق، حتى عفوا في داخل إيران يوجد سنة ولم يشيعوهم، ولكنهم مضطهدون. اسمح لي، اسمح لي، لا ليسوا مضطهدين. أنا التقيت ببعضهم في عدة مؤتمرات، يشاركون في المؤتمرات، يلقون الكلمات، يتدخلون، يبدون الآراء، وبعضهم أيضا يشغل مناصب كبيرة في 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 إيران. أنا زرت إيران عدة مرات. هذه الحالة المخيفة التي يصورونها والحالة العنصرية والحالة الهيمنة، أنا لا أعتقد أنها موجودة. الحالة العنصرية عليك أن تعرف أن الأئمة الاثنى عشر للشيعة هم كلهم عرب، إذن هذه العنصرية غير موجودة. لماذا لا 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 يقدمون إماما من 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 الفرس أو من الأرمن أو من الأذريين أو من غيرهم من الطوائف الإيرانية الأصلية؟ كل الأئمة الاثنى عشر هم من العرب، إذن هذه العنصر التي يتحدثونها غير موجودة. هذه الثورة أيضا التي قامت في إيران سنة 79 كانت أول مبادرة قامت بها هو طرد سفارة الكيان الصهيوني وتسليم مقرها إلى منظمة التحرير الفلسطينية. ومن ذلك التاريخ والإيرانيين هم الداعم الأكبر للمقاومة الفلسطينية، رغم أنه في فلسطين لا يوجد شيعة. لا لا، سنصل نحن نتحدث الآن عن الشيعة في موريتانيا، ثم سنصل إلى محور المقاومة الوطنية ودور إيران. سنصل إلى موضوع المقاومة الوطنية. لما يتعلق بنا يعني لا يمكنك أن تنكر لي أن هنالك حسينيات خامدة وهنالك نشطاء. أنا لم أرى حسينيات في موريتانيا. تحدثوا هنا وعن قائد شيعي بكار منذ بكار واحدة في مكان في دار كذا. نعيم وفي عرفات وفي غيره، حسينية اسمها كذا في المكان كذا في المنطقة كذا، لا توجد حسينية. هم حتى في موريتانيا يوجد بعض الذين اعتنقوا الدين المسيحي. هذه حالات شاذة نادرة، حالات نشاز تماما، بعضها لأطماع خاصة، بعضها لمنافع شخصية. أما من يقول ويروج بأن موريتانيا ستتحول إلى شيعة، اعتقادي أنه يضر بموريتانيا أكثر وبسنة موريتانيا أكثر. هنالك سؤال، هنالك سؤال إضافي يتعلق بدور السفير الإيراني في نواكشوط وبدوركم أنتم في كثرة الأحزاب الداعمة للمقاومة. يقال بأنكم مقابل دعم السفير الإيراني تتقاضون ويعني ولا تتحدثون عن هذا الذين يروجون هذه الفكرة ربما يقيسون على أنفسهم. يعني ربما هم يقومون بهذا الشكل مع سفارات أخرى ويعتقدون أن الكل معهم. يقومون بمثلهم. أنا صديق للسفير الإيراني السابقون وأرأس فريق الصداقة البرلمانية الموريتانية. صحيح. وأتحدى أي شخص يقم لي دليلا على أني استلمت دعم من السفارة الإيرانية. هناك من يتحدث حتى أن السفارات، حتى أن معظم السفارات القائمة، هناك من يتحدث عن دعم حزب الله لكم شخصيا في إبان الحملة الانتخابية الفارطة. هل أرسلوا بعثة إلى هنا؟ لا أنا. هل شاركوا في حملتي؟ هل قناة المنار أقامت حملة لترويج حزب الرفاه وترويجي شخصيا؟ فإذا كانوا قد فعلوا هذا فهذا ممكن. أما إذا كان قولا فقط صاحبه يرميه كذبا وافتراءا، حقيقة أنا واضح. لا أوليه له اعتبارك. واضح محمد بدن، أنت كصفتك إعلامي مهتم زاد أنت بالموضوع بشكل كيف تعطينا الحجم الحقيقي للتقلقل الإيراني في الكتل الحزبية الموريتانية وتأثيرها عليهم إن كان في تقلقل؟ يعني في البداية أود أن أقول أن هناك أن موريتانيا شهدت غيابا أو حركة التصحيح أدى بها عن بحث محور دولي تدخل فيه، وكانت قد دخلت في المحور شرق إيران، محور الشر بالتوصيف الأمريكي، بالتوصيف الأمريكي، ومحور الخير بالتوصيف الإيراني. إن شاء الله أريد أخذ تلك المحور على أساس دولي، أي صداقات دولية تحقق لها أهداف. أعتقد أن الدولة نجحت في ذلك نجاحا كبيرا، حيث أن هناك دعم اقتصادي كبير تلقته موريتانيا من إيران، وفتحت السفارة الإيرانية في موريتانيا لأول مرة، كذلك هجرت وطردت السفارة الصهيونية في موريتانيا، وهذا محمد نحمده لله تبارك وتعالى. كذلك هناك بعض الشائعات. لا نتحدث عن الوقائع الحقيقية، وهناك بعض الوقائع تقول أن هناك الشيعة في موريتانيا. أعتقد أن 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 المناخ كان متاحا ومهيئا، لأن العلاقات
ما بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والجمهورية الإيرانية تخلق طبعا تقلقل شيعي في موريتانيا. كيف؟ الشيء الذي يتساءل عنه هذه الأحزاب الداعمة للمقاومة. لا قبل الأحزاب أرجع لي شوي للتقلقل ما يخص الجانب التشيع. أنت تتحدث عن ما هناك ما هناك ما هناك أرقام اللي ما هنا حسب بحث اللي مؤكد لا توجد أرقام ولكن موجودة. لكن هناك زعامات بالعشرات بالمئات زعامات ظهرت في تلك الفترة وما زالت قائمة ذات تتحدث عن وجود الشيعة بالمئات والألاف وتتحدث بوجود عائلات كبيرة تنتمي لمجموعات كبيرة وأن الشيعة كانت في موريتانيا منذ زمن قديم ويريدون إحياء تلك الفكرة أي مما نستخلص منه أن هناك حقيقة وحكما نواة لدعم الشيعة في موريتانيا. واضح. أباها من أبا أو تقبلها من تقبل. لكن السؤال المطروح كم عددها؟ كيف تقوم بأدوارها؟ هل الأحزاب السياسية الداعمة للمقاومة هي سند حقيقي للشيعة في موريتانيا؟ أم ماذا؟ هذا هو السؤال. واضح. واضح. يعني هناك الجبهة الشعبية، يرأسها سياسي مخضرم موريتاني معروف، وسبق أيضا للإعلام أن روج انتماءه لهذا المذهب الشيعي أو ذاك. هل الجبهة الشعبية وهي عضو في كتلة الأحزاب الداعمة للمقاومة كذلك؟ أخي العزيز، أولا نحن يكون لنا شرف أن نحترم الشيعة وأن نكون منهم. احنا كنا نعرف الأخوة، إذا كانت الشيعة محبة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا شيء عظيم. من يكره رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل في النار. والشيعة هم مسلمون كرام، احنا فينا السنة فينا الطوائف الصوفية وقام تعليم الوهابية وكفرتهم. وإذا أردنا أن نعرف أيهما أفضل، الوهابية التي صنعت أمس ولا تعرف إلا القتل والذبح وعمقها الفكري الديني لا يوجد في هذه الأرض، أصبح كل الموريتانيين وهابي، أي 90% منهم يتدرجون. فكيف نحن لا نتدرج بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا من وسط لا أعرف إلا محبته رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى بيتي وهم فينا اليوم. فإذا كان هذا هو التشيع فهذا شرف لنا أن نكون شيعة. والشيعة ما هم الشيعة، هم مسلمون كرام ولهم تاريخ ولهم يد بيضاء في هذا العالم الإسلامي، شاء من شاء وكريم من كريم. في وكأنك تقول الشيعة كأنك تقول يهود أو نصارى وهم خارج، ما هذا الكلام؟ نحن لنا الحق، أسمح لي أقول لك دعني أكمل. هل أقول لك أن تقبل أن هؤلاء الوهابيين اللي وقعوا على الأوراق ببياض من أجل الدولارات وهذه ألاف المساجد الموجودة التي تتقاتل فيما بينها وكأنها حوانيت ولم يتكلم أحد، هل هذا هو الإسلام؟ هل هذا هو الإسلام؟ إحنا في موريتانيا فينا الطوائف الصوفية الكريمة العظيمة التي فتحت الدنيا، كل إفريقيا فتحت الطوائف الصوفية بسلم وأمان وأمن. عندما دخلت الوهابية صبح القتل والتنافر والتذابح. الشيعة هم إخوان لنا ونحن شيعة، إذا كانت شيعة محمد رسول الله أي شيعة. أما أن تكون الشيعة في موريتانيا فهذا شيء عادي. موريتانيا فيها صوفية وفيها ناس اللي ما علاقته هذا بذاك؟ أسمح لي، كلهم مسلمين وكلهم طائفة مسلمين، أو ليسوا مسلمين الشيعة؟ لكنهم ليسوا مذهبا واحدا. كم مذهب في الإسلام؟ العشرات. وهل المذهب الذي لا يوافق مذهبك فهو ضال؟ ما هذا الفكر؟ الشيعة هم ناس فضلاء وهم ناس كرام مسلمين مؤمنين، وكرههم يكاد أن يكون كره لجزء كبير من الإسلام المسلمين. فيما يتعلق بالحسينيات فهي مكان عبادة، هو عمر الخطاب دخل كنيسة وصلى فيها، فكيف نحن نكره حسينيات والتي هي أسماء عن الحسينية، هي مسجد عمر الخطاب الله. لم يدخل الكنيسة ليصلي بها، ولكن هو احترمها وقال أنها بيت الله. وهذا بمعنى هذا الغلو في الدين وهذا كره الآخر، هذا هو الذي وخطر حقيقي على الإسلام والمسلمين. فيما يتعلق بالشيعة الموريتانيين، موريتانيين فيهم إبراهيميين وهم تلاميذ الشيخ إبراهيم، وفيهم الحمويون وهم تلاميذ الشيخ حماه الله، وفيهم كثير من الناس وهم يرون أن المذهب الشيعي هو أقرب الإسلام الحق وهذا حقهم.
وفيهم الماركسيين وفيهم لماذا فقط الشيعة؟ لأن السعودية دفعوا ملايين الدولارات، ولأن الوهابيين مسيطرين على الفكر الإسلامي والعقل عقل الموريتاني في المساجد. هو ضد هذا الموقف، وهو موظف من قبل ملايين الدولارات من الخليج من أجل يشوه اسم الشيعة. لن يشوهها، الجبل جبل. هنالك أمن استراتيجي لهذا البلد، والدولة عليها خطر على موريتانيا. اسمح لي، الخطر اسمح لي ممثلا الخطر على موريتانيا. اسمح لي يا أخي، الخطر على موريتانيا. الشيعة هو الدين الإسلامي الصح، السنة هو الدين الإسلامي الصح، وهذه طوائف المسلمين ولهم ميزتهم. وكل من لا يفهم الإسلام بهذه الطريقة هو فيه نقص في دينه. عموما في حديث ماثور عن الرسول صلى الله عليه وسلم يتعلق يقول يعني حسب ما يقول تفرق أمتي وإلى آخره إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، ونحن ربما تكون الإسلام الموريتاني الذي نشأنا عليه وتربينا عليه. إسلام موريتاني. الأستاذ محمد، الأستاذ محمد فولفال عاد رئيس الجمهورية منذ أيام من زيارة للعربية السعودية. أنت عضو تمثل حزب الرفاه، وهو حزب من الأغلبية الداعمة لرئيس الجمهورية. ألا تعتقد أنك بهذا الخيار السياسي الداعم لإيران تشد عن أحزاب الأغلبية الداعمة لرئيس الجمهورية؟ أولاً أود أن أؤكد وأقولها جازماً أن لا توجد دولة حسب فهمي تبني مصالحها ومستقبلها السياسي على أساس طائفي مهما كانت، سواء كانت إيران أو غيرها. الدول تبني علاقاتها وتطور علاقاتها على أساس المصالح. مثلا وإيران لا تسعى إلى تشييع موريتانيا أو غيرها، لكنها تسعى إلى توطيد علاقات مع هذه الدول. من يعتقد أن إيران تسعى إلى تشييع موريتانيا أو غيرها عليه أن ينظر إلى علاقاتها مع روسيا. مع روسيا علاقات طيبة، ولها علاقات مع بعض المنظمات، وأنا التقيت ببعض المنظمات الروسية في زيارات ومؤتمرات في طهران. ولا أعتقد أن عاقل يتوقع أن إيران تسعى إلى تشييع الروس أو تسعى إلى تشييع الصينيين أو الهنود وعلاقاتهم معهم، سواء كان على المستوى السياسي أو الثقافي أو الاقتصادي أو غيره. معناها أن من يروج إلى أن إيران تسعى إلى تشييع موريتانيا أو غيرها أعتقد أنه خاطئ ولا يفهم شيئا في السياسة. الدول تبني علاقاتها على أساس المصالح، سواء كان مع الدول الإسلامية مثلها أو مع الدول المسيحية والدول حتى اللادينية. بالنسبة لسؤالك، أنا لا أعتقد أن وجود حزب ما سواء كان حزب الرفاه أو غيره داعما للرئيس يقيد هذا الحزب أو هذه الحركة أو يقيد حتى الرئيس أن إقامة علاقات مع من يراه مناسبا لإقامة علاقات معه، ما دام هذا الطرف يحترم مقدسات البلد ووحدة البلد وكرامة البلد ومستعد للتعامل مع البلد في المصالح المتبادلة بين البلدين. أنا ما دامت إيران أو غير إيران تحترم بلدي ومستعدة للتعاون مع بلدي على أساس الند وعلى أساس العلاقات المشتركة المتبادلة، فأنا مستعد لإقامة أحسن العلاقات مع هذا البلد. أما إذا تجاوزت هذه العلاقات الاعتداء على بلدي أو احتلاله أو التجريح بهذا البلد أو تنقيص من مكانته، فذلك شيء آخر. أكيد أني سأكون في الطرف المعادي لهذا البلد مهما كان، سواء كان إيران أو الجزائر أو مصر أو المغرب وغيرها. عفوا، في الجانب السياسي وفي مجال التخندق السياسي، موريتانيا سبق وانقطعت علاقاتها مع إيران في أواسط التسعينات، نظرا لوقوف موريتانيا إلى جانب الإمارات في مجال نزاع الإمارات وإيران. اليوم موريتانيا راغبة في علاقات طبيعية مع السعودية ومع الخليج. ألا تعتقد أنكم مطالبون وأنتم في الأغلبية الداعم للرئيس بالوقوف رسميا إلى جانب السلطة القائمة؟ أولا، موريتانيا قطعت علاقاتها مع إيران في فترة النزاع ما بين العراق وإيران وليس ما بين الإمارات وإيران. أيضا أود أن نشير إلى أن موريتانيا الآن لها علاقات دبلوماسية مع إيران، وحتى السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين وكلهم يقيم علاقات مع إيران. فلماذا نحن نكون أكثر ملكية من الملك؟ لماذا نحن نقطع علاقاتنا مع إيران
هذه الدولة الإسلامية الكبيرة التي قدمت كثيرا من الخدمات للأمة الإسلامية وما زالت تقدمه نقطع معها علاقات، في حين أن الذين يجاورونها وعندهم المشاكل معها لا يقطعون معها العلاقات. اعتقادي أن من يقوم بذلك هو نوع من النفاق ونوع من التزلف غير المبرر. واضح. أنت هذا السؤال وارد تماما. للحديث مع محمد بدن أيضا يتعلق بالحجم الحقيقي لكترة الأحزاب الداعمة للمقاومة. يقال بأنها كتلة من الأحزاب قليلة التمثيل في البرلمان وقليلة التواجد في الساحة السياسية. هل يمكن أن تكون السفارة الإيرانية اختارت كتلة من الأحزاب غير الواصلة من الناحية السياسية وتريد بناء معها علاقات استراتيجية؟ في البداية هذا المفهوم عند البعض، يعني انت الهامي فوق في البدايه الاحزاب السياسيه تولد طبيعيه، تولد من مكتب تنفيذي مكتب سياسي، وتبدا البحث عن انصار، قد تتمكن من مئات الانصار وقد لا تحقق شيئا، لكن اعتقد ان هذا ليس ميزانا في السياسه. هذه الأحزاب أعتقد أن حسب بحثي أنها قد أجرت عدة لقاءات، وهذه اللقاءات الداعمة للمقاومة قبل أن الانتخابات، وعندما جاءت الانتخابات ربما أحرزت نتائج أعتقد أنها مقبولة بالمقارنة بأحزاب ولدت في التسعينات. إذن ليس المعيار معيار حقيقة وحكما الأحزاب الجديدة أم القديمة، المهم ماذا أحرزت تلك الأحزاب وماذا ستقدم للمقاومة. هذا هو محض السؤال. أعتقد أن هذه المقاومة في حزب الله أن لها علاقات معروفة مع سوريا، وهي لها علاقة مولية مع إيران معروفة، علاقة سياسية ودينية، فالعلاقة روحية عميقة بينها وإيران، بحيث أنها تعتبر علي الخامنئي أكبر مرجعية دينية بالنسبة لها، بالنسبة للمقاومة في لبنان أو حزب الله. كذلك نلاحظ أن في فترة ما زار نائب نصر الله موريتانيا نواكشوط، لا السعودية التي الآن تقوم بعاصفة الحزم هذه أو عاصفة الصحراء كما سابقا في العراق. هناك تفكيك للأمة الإسلامية، هناك تفكيك للأمة العربية، وهناك سياسة روتينية اعتدناها من إسرائيل والراعية لها الأمريكان من أجل تفكيك الأمة الإسلامية والأمة العربية. الشيء اللي لم تفطن له الأمة العربية وما زالت في نوم سبات عنه. أولا يجب أن تنتبه الأمة العربية والإسلامية لهذا الخطر، وتعرف أن ما تريده إسرائيل وأمريكا هو شغل الأمة العربية بنفسها، أي بطوائف دينية كما ذكر الأخ، وبتخندقات إقليمية. من يقتل الإيراني؟ من يقتل السوريين؟ هم السوريين. من يقتل اليمنيين؟ هم اليمنيين. ومن يقتل اللبنانيين؟ اللبنانيين. إذن انشغال عام للأمة العربية والإسلامية في نفسها عن إسرائيل وعن الأمريكان. واضح. لم نصل إلى نريد الآن الحجم الحقيقي لكتلة الأحزاب الداعمة للمقاومة. أعتقد أنها تزيد على 6 أحزاب أو 7 في موريتانيا حسب المعلومات اللي عندي، يعني ما عدا حزب الرفاء الآخرون غير ممثلون في البرلمان. أعتقد أنهم شاركوا مشاركة متميزة حسب المعلومات الموجودة عندي، ربما لا يكونوا ممثلين، لكن أعتقد أن هذا حزب الرفاء مثال حي، لأن يعني حزب الرفاء حزب وليد استطاع أن يجبر 3 نواب في البرلمان. على أي حال ليس لا تقاس الأمور بميلادها ولا تقاس ببعدها السياسي، ما تقاس بوجودها في الساحة السياسية الدائم. واضح. الأستاذ محمد أحمود وللطلبة، أنت نائب رئيس الجبهة الشعبية، سوف يعني أنصيق السؤال انطلاقا من نهاية محمد بدن نهايات الأمور. قابت الجبهة الشعبية زمنا طويلا، ومعلومات الإعلام تتحدث عن تجميد لنشاطات الجبهة الشعبية. الآن الجبهة الشعبية تظهر في إطار هذا المحور، محور الممانعة، محور إيران والتشيع. ما هي طبيعة الغياب وما هي مبررات الحضور حاليا؟ أولا أخي العزيز، الجبهة الشعبية مثلت في البرلمان 18 سنة. نعم هذا ما تدرك. نختار نقول لك أن احنا
مثلنا في البرلمان 18 سنة. رئيسنا رئيس شبيه، دكتور رئيس شبيه، وهو شخصية معروفة. صحيح. ترشح في الرئاسيات وحصل على ثقة 30% من الشعب الموريتاني أيام عاوي ولطايف. صحيح. وكان عنده. اسمح لي نقول لك. اسمح لي نقول لك. اسمح لي نتكلم لك. وكانت خلافه مع ولي الطاهر من أجل موريتانيا وزج به للسجن هو من هو ومشاركته عند الاتصال الموريتاني بما يوجد اليوم معروف وشخصية معروفة. إذا نحن دخلنا في مدرسة تحت قيادة معروفة، إذا كانت الحزب هو الشخص والفكر فأنا أعطيتك شخصي وفكري. أما الأحزاب في موريتانيا، وزارة الداخلية صنعت أحزاب لم تصنع أفكار كيف المجتمع المدني، الهدف من هذا هو تشتيت الأفكار وقتل أصحاب المشاريع السياسية للأحزاب، وهذا معروف. لك بعض النموذج، الحزب الحاكم أمس كان ينقال بارديس، الآن ينقال إيديبي إيبير، وهي مجموعة من الناس تجتمع لمصالحها ولكن ما عندها فكر وما عندها خط سياسي، وهذا بالمعوقات الكبيرة اللي خلات برنامج رئيس الجمهورية اليوم لم يستطيع أن يكتمل، لأن الناس اللي حوله هم يفكروا بشيء، كم من وقت سيستمر على كرسي وماذا سيكسي، ولكن ما عنده فكر. إرادة القيادة الوطنية من أجل رفاهية المواطن وإلى آخره لا تستطيع أن تجسم في أشخاص هذا تفكير. ترجع على قاضي جبهة الشعبية، جبهة الشعبية خط سياسي معروف ومشاركتها بطيف السياسي الموريتاني معروف، احنا كنا رؤساء المعارضة أيام كان معاوية رئيس شبيه كان رئيس المعارضة الموريتانية، ولكنكم قلت اسمح لي نختلف عملية وين الساحة السياسية. البرلمان الأخير كان خيارنا بأن ما طرحه حتى ثم تعرف عن لجنة مستقلة الانتخابات كان التصوير كذب وبهتان، قالت حتى أعضاء لجنة مستقلة الانتخابات البرلمان القائم كثير منه كان بتعيين، هل كل البرلمانيين يستحقون العدد البشري اللي وصلوا له؟ احنا كلنا عرف بعضنا. هل الأحزاب اللي ولدت أسبوع قبل البرلمان واليوم عندها ست برلمانيين اسبع برلمانيين ما حزب الشباب حزب الحراك وإلى آخره، هي صناعة محلية للسلطة من أجل أن تكون عندك على مسؤوليتك. اسمحت هذا كلامي أنا ما هو كلامك أنت، وبالتالي لا نقيس الشعب، نقيس الأحزاب بالفكر. نحن عندنا أكثر من 20 سنة على الساحة السياسية وهذا هو رصيدنا عند المجتمع الموريتاني. رئيسنا ترشح فوجد 30% في السجن، صح ولا لا؟ قعدنا في البرلمان الموريتاني مدة 18 سنة. هذا البرلمان الأخير كان عندنا خيارنا أن السياسة وأن ما يوجد على الساحة السياسية هو عبارة عن بازار ولم نريد أن نشارك في هذا البازار. نحن نتفق مع رئيس الجمهورية في خطه وفي برنامجه ونختلف مع الأحزاب اللي نسميها الموالات أو المعارضة في خطها وفي رؤيتها للمشروع الوطني لموريتانيا الغد، وهذا هو مشكلتنا. هنالك أيضا يعني الحديث الذي يجرنا لموضوع المقاومة في العالم العربي والإسلامي والدور الإيراني المشبوه دعما لحماس ولحزب الله واستثمارا في تلك المقاومات من أجل اختراق الشعوب العربية ومن أجل أشياء أخرى، هكذا أيضا يتحدث البعض. أولا أود أن أشير إلى أن الأحزاب في موريتانيا الداعمة للمقاومة لا تضمها جبهة واحدة. مثلا نحن كحزب الرباط لا نوجد في جبهة. أنتم لستم ضمن كتلة الأحزاب الداعمة. إطلاقا لسنا ضمن ولسنا وحدنا، هناك كثير من حركة الديمقراطية المباشرة مجد لحد الساعة ليس في كتلة الأحزاب كمجموعة، وإنما هو من ضمن عديد الأحزاب الداعمة للمقاومة. مجد مع إبراهيم الكوري. بالنسبة لشرتهم إلى ضعف هذه الأحزاب بعد الانتخابات، نختار أؤكد أود أن أؤكد أن ضعف هذه الأحزاب دليل على عدم وجود داعم وسند قوي لهذه الأحزاب. المكاسب الانتخابية الكبيرة لا تحقق إلا من خلال الوسائل المالية الكبيرة، ومعروف الدولة تعرف والأجهزة الأمنية تعرف والسياسيون والمراقبون وحتى أنتم رجال الإعلام تعرفون من هي الأحزاب التي حصلت على دعم خارجي ومن هي الأحزاب التي توفرت على قدرة مالية كبيرة على الحركة والتعبئة وتمويل اللوائح ووضع اللوائح وتجهيز اللوائح وتجهيز الحملة الانتخابية، ومن هم من بقى عاجزين عن الحركة. مثلا أضرب لك المثال بنفسي، أنا بقيت رغم أني مترشح في اللائحة الوطنية عاجز عن الخروج عن نواكشوط، وأكملت الحملة كلها لم أخرج من مدينة نواكشوط،
وخرجت من الحملة الانتقابية وأنا مدان بحوالي 30 مليون. بعضها ما زلت أدفعه حتى الآن. بالتقسيط المريح. بالتقسيط قد أحيانا لا يكون مريحا. أحيانا لا يكون. خرجت من الحملة وأنا مدان بحوالي 30 مليون. إذن هذا الدعم الذي يتحدثنا عنه وهذا التمويل لو كان موجودا لاستطعنا أن نحقق ما حققه معظم الأحزاب. لا أقول كل الأحزاب الكبيرة وإنما معظم الأحزاب الكبيرة. إذن ضعف هذه الأحزاب دليل قاطع على عدم صحة ما يقال عنها من حصول على التمويل، والأحزاب التي حصلت على التمويل معروفة، وحتى الجهات التي أمدتها بها التمويل معروفة. بالنسبة لسؤالك عن دور إيران في دعم المقاومة والشبهات التي تحول حول ذلك، من نافت القول أنه بعد نجاح الثورة الإيرانية مباشرة سنة 1979 تم طرد السفير الصهيوني وتسليم السفارة إلى منظمة التحرير الفلسطيني، وبعد ذلك بأشهر في 7 من الشهر الثامن من السنة تم النداء أو أطلق النداء الذي أطلقه قائد الثورة الخميني بجعل يوم الجمعة الأخير من كل يوم جمعة أخير من شهر رمضان هو يوم عالمي للقدس وما زال يحتفل به حتى الساعة. وظلت إيران من ذلك اليوم هي تمد المقاومة سواء كانت في لبنان أو في فلسطين. يقول البعض وسمعت واحد محدثيك الليلة الماضية أنه كانت تدعم المقاومة السنية في فلسطين لأنها تريد أن 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 تطلي صورتها بدعم المقاومة. إحنا عندنا المثل الشعبي اللي يقول أن التطبع لا يتجاوز 40 يوما. ويبدو تجاوز 40 سنة. ويبدو أن تطبع إيران تجاوز كما قلت 40 سنة أو يقارب 40 سنة. إذن أنا اعتقادي أن الإيرانيين وهذا يعرفه الغرب العدو الإيراني الواضح. ويعرفه حتى دول الخليجية الراجعية أو معظمها الدول الخليجية في منطقتنا وحتى الدول العربية الأخرى المناهضة للدور الإيراني في الخط المقاوم أن إيران واعترف به أخيرا في العدوان الأخير الذي تعرضت له غزة على لسان محمد ضيف قائد سرايا القسام وعبد الله شلح و بعض قيادات حماس السياسية بأن الداعم الأساسي لهم كان خلال هذه الحرب هو حزب الله وإيران. أشير إلى أنه عندما طرد قادة حماس من الأردن السنية وهذا ليس عيبا للسنة وما هو عيب للمتسنين إن صح هذا التعبير، هو عيب لمن للحكام السنيين الذين يدعون السنة والسنة منهم براء. عندما طرد من الأردن السنية بين قوسين لم يجدوا أي دولة سنية رغم أنهم هم سنة تستقبلهم. لماذا؟ لأن هذه الأنظمة تخاف من الصهاينة وتخاف من الأمريكيين ومن يقف بجانب الأمريكيين أو أنهم يخافون منهم وعملاؤهم في نفس الوقت. فلم تستقبلهم أي دولة عربية حتى للتزود بالوقود، حتى كادت طائرتهم تسقط بسبب نقص الوقود فسمحت لهم قطر بالتزود بالوقود وطلبت منهم مقاطرة الدوحة. ثم فعلت الإمارات نفس الشيء، ثم اتجهوا إلى باكستان ولم تستقبلهم باكستان حتى للتزود بالوقود، فعادوا أدراجهم فاستقبلتهم سوريا التي يدعون الآن أنها شيعية رغم أن حافظ الأسد كانت تربط علاقات وطيدة قوية متينة بكل الأنظمة العربية بما فيها الأنظمة الخليجية، وهو كان كما هو لم يعد نصيريا في السنوات الأخيرة ولم يعد علويا في السنوات الأخيرة وإنما كان هو كما كان. أذكر أيضا أنه بعد الثورة اليمنية التي قاد عبد الله السلال في الستينات بداية الستينات الإمامة هم من الزيدية، هم الآن الحوثية هذه جانب منها وليس هم جانب منها،
هم من الزيدية، وكانت تدعمهم السعودية ضد عبد الناصر السني، وكانت تدعمهم وهم آنذاك زيديون. إذن هذه الحالة التي لم نعرف أنهم شيعة إلا في هذه المرحلة، ولم نعرف أن يعني حافظ على المقاومة، حافظ على المقاومة حتى نصل إلى ثانية واحدة، ولم نعرف أن بشار الأسد أيضا شيعي إلا في هذه المرحلة. هذا يطرح سؤالا كبيرا ونقطة استفهام كبيرة. لماذا لم نصنفهم شيعة قبل هذه المرحلة عندما كانوا يحاربون الثورة في اليمن، عندما كان حافظ الأسد موجود في سوريا؟ أنا أعطيك الجواب، لأنه في تلك المرحلة لم يستخدم الغرب ولم تستخدم الصهيونية العالمية هذه فزاعة المذاهب وتشتيت الأمة ببث النزاعات وربما لأن إيران آنذاك لم بينها إلا في هذه المرحلة، لم يستقلوه إلا في هذه المرحلة. ولا عليه، فإن هذه الدول التي تدعي الصهيونية الآن وهي منها براء لم تستخدم هذه الحالة لأنها غير موجودة إلا في هذه المرحلة. واضح. عندما أمروا بأن يستخدموا الشحن الطائفي والصراعات الطائفية لتفكيك هذه الأمة. أيضا نفس السؤال قد يتم البعض يطرح سياقته بشكل آخر، أن إيران أظهرت لنفسها للعالم السني في بداية ثورة الإمام الخميني كحمل وديع ثم كشرت عن أنيابها فيما بعد ضد البلدان الخليج العربي، ودخلت معهم في نزاعات، دخلت في نزاع أولي مع العراق وبددت موارده، ثم دخلت مع ذلك في نزاع حول الخليج العربي اللي هو عربي وفارسي، ثم دخلت في نزاع مع إيران، و هناك ايضا مع العراق او مع هي ايران نفسها لا تستطيع ان تدخل في نزاع مع ايران. شنو هذا الكلام؟ ما لا هذا ليس من الواقع في نزاع مع ايران. لا، انا اتحدث عن ايران والعالم العربي والدول الخليج. اعطيك لا صح، نواصل الحديث ثم يعود لك مع الاستاذ محمد بدن. الحديث يتعلق بحجم الحقيقي لدعم إيران لموريتانيا منذ بداية الاستغلال ووقوف إيران مع يعني من بدايات الثورة الإيرانية، وقوفها مع موريتانيا في بعض المحطات الاقتصادية والسياسية. ما هي أبرز الملامح هذا التعاون اللي قد يعودارك عند واحدين زين عندهم والله قد يعود شيء عند واحدين آخرين؟ يفاجئني تماما قبل الرد على سؤالك هذه العاصفة الحازمة، سنصل إليها. لا سنواصل الحديث بعد سأعود إلى سؤال. لأن إيران في زمن الثورة الإسلامية مع القائد الإيراني كانت الأمة الإسلامية برمتها تدعم إيران. سوريا كانت الأمة العربية تدعم سوريا. العراق قبل الإطاحة بصدام حسين كانت الأمة العربية تقف إلى جانب صدام حسين. هناك مسائل قريبة وعجيبة. أي حوادث مؤقتة عندما يسقط قائد تتحول الكتل العربية وحتى الإسلامية إلى القائد الثاني سواء كان سنيا أو شيعيا. السؤال المطروح، هل لم تدرس الأمة العربية المواقف الموحدة منذ نشأتها للآن، أم هناك محرك ما زال وراء الستار يحرك الأمة الإسلامية والعربية كيف يشاء وفي الوقت الذي يشاء فيه؟ أعتقد أن العلاقة بين السعودية أن أولاً أن حزب الله هذا أنشئ سنة 1982 وكان برعاية إيران طبعاً، ومن الغريب في الأمر أن العاهل السعودي المرحوم الملك عبد العزيز بن عبد العزيز قد استقبل قاسم نائب القاسم نائب عبد العزيز الأمين العام العاهد السعودي المرحوم الملك عبد العزيز عبد الله بن عبد العزيز عبد الله قد استقبل نائب حزب الله نعم 2006 السعودية قبل 2006 قبل لكل المذاهب الدينية 2006 استقبل 2006 على خلفية ايش الحوار القائم بين اللبنانيين، وحينئذ تركوا الأسلحة بيد حزب الله لأنه الرادع حسب فهمهم للقوة الصهيونية. الآن معروف أن حزب الله لم يقم علاقات مع إيران عبثاً.
لنكون واضحين، ولم يكن يتلقى الدعم السوري عبثا، بل كان يعكس فكرا حقيقيا للمد الشيعي. هل الأمة الإسلامية وكذلك في فترة معينة ليبيا عندما هاجم الغرب توجهت إلى حزب الله وإلى إيران وإلى سوريا فكانت الحرب الحاضر. السؤال المطروح ويجب أن تطرحه أنتم، هل موريتانيا باستطاعتها أن تضرب الحائط بالعلاقات السورية الإيرانية والمحور الذي دخلتهم السابق، أم هي ألعاب دبلوماسية امتياز أو علاقة دولية امتياز تبحث عن المصالح كما قال ولفاء؟ نعم، إذا كانت السياسة تقف على تلك هي الحقائق فإن المواقف الموريتانية والمواقف العربية يجب أن ننظر إليها وتدقق، لأن لا يمكن أن يكون العلاقات بين الأمة الإسلامية علاقات متحولة آنية، إذن ليست هناك عقائد، ليست هناك بعد، ليست هناك ثوابت. الإسلام والإسلام، الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هذه الطوائف في نفس السياق؟ إذا كان الجواب نعم، يجب أن نبحث عن موحد لهذه الأمة الإسلامية والعربية في وقت في أسرع وقت ممكن. واضح. سوف أحيل لك نفس السؤال اللي طرحته للأستاذ محمد والفال، ويتعلق بالمشاقبات الإيرانية على دول الخليج العربي، حرب طويلة مع العراق، ثم يعني صراع استراتيجي على الخليج العربي، ثم بعد ذلك صراع حول حيازة بلدات إماراتية. لا يمكن أن يكون طبيعة هذا الصراع مبرر الآن لنغمة أو سنية؟ اسمع أخي العزيز، أولا أنا راح لك سؤال، أنا أذكرك فإذا أنا أذكرك عن حكام الخليج كانوا يقبلون يد الشاه رضا بهلوي وهو شيء كان يقعون وعند صور ومعروفة كلهم أمام شاه رضا بهلوي وهو من هو وهو كان شيعي، لماذا لا؟ وكانوا وتناسوا كل ما هذه الادعاءات وطلب الكبرى وخلي ربما قبل بروز الدولة الدينية. اسمح لي هو هي كانت الدولة الدينية كان الإيرانية كانوا مسلمين، ورضا بهلوي كان مسلما ولم يكن كافر وكان شيعي، ولكنهم هم الخليج العربي صنيعة من أجل هدف وليسوا دول. أولا نبدأ بالسعودية، هل يعقل أن في القرى اللي احنا نعيش فيه أن اسم عائلة يطلق على دولة وعلى أمة؟ ألا يخجلون؟ وين الأمة الوحيدة اللي عائلة تطلق اسمها على دولة وفي الدولة الحرمين الشريفين وكل الناس؟ وكيف وصلوا للحكم؟ ألم يقتلوا شريف مكة؟ قتلوا الشيعة؟ لماذا؟ لأن الفكر الوهابي الأساسي اللي هو المحرك الأساسي للدولة السعودية دخل على بملايين الدولارات عندنا نحن الفقراء الموريتانية وغيرنا. هذا من جهة. من جهة ثانية قضية الجمهور، أقول الجمهورية الإسلامية الإيرانية وهذه جمهورية إسلامية عظيمة وتتكون من 90 مليون نسمة ولها أتسع أتسع دول، وهي اليوم تناقش مع الدول 5+1 في قضية النانو. لك تعرف النانو وهي قضية الأقمار الصناعية، يعني تطورها التقني، التطور التقني والاكتفاء الذاتي في كل العلوم. أين الدول الإسلامية في العالم العربي؟ كل العالم العربي هل هو ينتج ما تنتج إيران؟ هل الرفاهية اللي فيها المواطن الإيراني اليوم بما تبدأ بالديمقراطية كل شيء منتخب في إيران تنتهي بالحريات العامة؟ ثالثا الاكتفاء الذاتي من كل شيء، من الصناعات، من الطائرات، من أين العرب اللي لا يصنعون حتى قلم؟ هل هذه أمة تحترم؟ المنافسة في العلم وفي المكان، هذا العالم اللي نحن فيه تسوى ما تنتج. ماذا ننتج نحن؟ نحن لا ننتج أي شيء، نحن نعرف فقط أن نكون أقوياء على ضعافنا كما يقع الآن في اليمن. وأقول لك شيء قالها الرئيس الأمريكي جهرا علنا، ماذا قال؟ قال عدوكم ليس إيران، عدوكم هو ظلمكم لشعوبكم. ما له قال أوباما عنده أسبوع الظلم اللي وقعت من عائلات على شعوب. وأنا لست ضد المماليك،
ضد الملوك وأقوالك نموذج. المملكة المغربية هناك ملك، لكن الشعب عنده الحرية، عنده البرلمان وعنده القانون. اسمح لي نكمل لك. واصل واصل. وفي هذا الربيع القذر العربي اللي سماه الربيع معنا شنو؟ المملكة المغربية كانت منذ 1200 سنة وهي موجودة. والملك المغربي اليوم يعتبر الشعب حامي حماه لأنه أعطاه الحرية. أين العلوي اللي هو اليوم يرأس ولاية في المغرب؟ أو قائد القوات المسلحة في الجيش المغربي؟ الشعب المغربي يتبادل متمركز في كل أماكن الدولة. ويقول لك حاجة أمثل من هذا. والأحزاب حتى الأحزاب الإسلامية نجحت وهي اليوم مسؤولة عن ما هي مسؤولة عنه، وهذا هو العدل. إذا كانت الممالك الخليجية تستطيع أن تكون هكذا ولن تكون هكذا، هي تستحق الاحترام. وإذا كانت هي لا تعيش إلا على الاستبداد وعلى الخيل والجمال وعجوز بتسعين سنة، أليس العقل السليم في الجسم السليم؟ كيف ترى أمس شيخ بمية وخمسين سنة راف دينه يفتي في دماء المسلمين؟ هل هذا هو الصح؟ هل هذا هو الديمقراطية؟ هل هذا يستحق أن نؤمن بدولة هذا شكلها ومضمونها؟ يا أخي الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي الدولة العظيمة الضامن لاستمرار الإسلام المسلمين. واضح. يتحدث لي محمد أحمود للطلبة أستاذ محمد والفال عن دولة مثالية، عن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومنتقدين خطواتكم السياسية يصفونكم بأكبر داعم للديكتاتوريات في إيران، ممثلة في الدولة الإيرانية التي تقمع الحريات وتحد أيضا من حرية السنة فيها، ويصفكم أيضا بأكبر داعم للديكتاتوريات في العالم العربي عن طريق دعمكم لبشار الأسد وغيره. أنتم أحزاب تعيش هكذا على دعم الديكتاتوريات في العالم العربي. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا لا أعتقد أن أحدا في هذا الوطن الذي يسمى الوطن العربي يستطيع أن يدعي الديمقراطية من شرقه إلى غربه ومن جنوبه إلى شماله. لا توجد دولة واحدة في هذا الوطن ديمقراطية. إذن هي كلها بما في ذلك موريتانيا، بما في ذلك النظام الحاكم في موريتانيا. سأتي إلى موريتانيا بما حتى تزايد على إيران أو غيرها. لا في الخليج ولا في منطقة المغرب العربي ولا في غيرها. ولا في غير. بالنسبة لموريتانيا التي سألتني عنها، ما يوجد في موريتانيا بالنسبة لي وصل إلى مرحلة من الديمقراطية، وخاصة في مجالكم أنتم الإعلام في مجال حرية الإعلام، وصل إلى مرحلة عقليتنا نحن الموريتانية لم تصلها. وعليه تجد في هذه القنوات شحن، لا أقول له شحن طائفي، إنما هو شحن جهوي وقبلي وفئوي يضر بمصلحة الوطن وبوحدة الوطن وبتماسك أبناء الوطن. وأرجو من السلطات المعنية لا تتحول عن الموضوع. لا أنا تسألتني، أنا بالنسبة لموريتانيا دعمكم أنتم، أنا بالنسبة أنا سأعود إلى، أعطيني الوقت. أنا لا يمكن أن أجاوب على كل التساؤلات التي طرحتها في ثانية واحدة. أنا سأتدرج في أجوبتي. في موريتانيا، موريتانيا فيها ممارسة ديمقراطية لأن فيها تعددية حزبية كبيرة. نحن تجاوزنا حدود 100 حزب. فينا انتخابات دائمة دورية مستمرة. فينا تبادل حتى على الرئاسيات، هناك انتخابات رئاسية ترشح لها من شاء ويأخذها من شاء. معظم الدول العربية هي ملت من استمرار رؤسائها، وأنا اعتقادي أن موريتانيا ملت من تجديد رؤسائها بشكل أسرع من ما هو مطلوب. وعليه في موريتانيا فيها ديمقراطية. لا أقول لك أن ما في موريتانيا مكتمل 100% وأنه مثالي 100%، ولكن موريتانيا فيها ديمقراطية. أما إذا رجعنا إلى الوطن العربي الآخر، لا توجد ديمقراطية حقيقية في جميع الوطن العربي، بل هي ديكتاتوريات عفنة متصلبة متحجرة، خاصة إذا تجاوزنا إلى منطقة الخليج، لأنها تحكمها أسر دون انتخابات دون أحزاب دون برلمانات. ولا يوجد كل هذا برلمانات، هو شخصيات يتم تعيينها. اسمح لي سيد الرئيس، هذا لا يبرر دعم أحزاب سياسية موريتانية تعيش في ظل ديمقراطية حقيقية في بلدها كما تدعي أنت الآن، دعمها لديكتاتوريات خارج الحدود.
كنت سأتيك إلى في هذا الموضوع ولكنك كنت متسرحا قليلا. بالنسبة للحريات نحن مع حريات الناس، نحن مع مشاركة كل أبناء البلد المعني في تسيير شأنه وفي إدارة أموره وفي حصول على كامل حرياته وحقوقه، لكن ضد أن تستخدم هذه الحقوق وهذه الحريات لتفكيك هذه الدول وتمزيق شعوبها وجرها إلى حرب خاطئة يستغلها العدو الأساسي لتدمير بلد ما وليس لمصلحة ذلك البلد. بما يتعلق بسوريا، نعم نحن وقفنا مع سوريا ووقفنا مع الشعب السوري أو الجزء الأكبر من الشعب السوري، حتى لا أكون أطلق الكلمة بشكل عام، مع الجزء الأكبر من الشعب السوري الذي يقاوم تدمير الدولة السورية وانهيار الدولة السورية وانهيار الجيش السوري. نحن مع هذا الخط، ومع هذا الخط الذي يستهدف الآن عقابا له على مواقفه السابقة الداعمة للمقاومة والمعادية للكيان الصهيوني، والذي لقنت الكيان الصهيوني دروسا لا تنسى. كنت قد أشرت سابقا بأن المقاومة التي الآن يسميها البعض المقاومة الفلسطينية، وهي فعلا مقاومة التي تمثلها حماس و الجبة الشعبية و لا عفوا الجهاد الإسلامي بالحجم الأكبر، ثم الحركات الأخرى المقاتلة من الجبة الشعبية وغيرها، عندما طردت من الأردن لم يستقبلها إلا السوريون، ولم يدعمها إلا السوريون، ولم يحميها إلا السوريون، وهو النظام الحالي القائم هو من حماها وهو من وفر لها السند والتدريب والدعم حتى استطاعت أن تكون كما هي الآن. لم تقدم لها مصر ولا السعودية ولا قطر ولا الكويت ولا الجزائر ولا موريتانيا ولا أي قطر عربي آخر. من دعمها هو السوريون وهم الإيرانيون وهم حزب الله بعد ذلك، بعد أن أصبح على المستوى الذي يستطيع من خلاله أن يقدم الدعم. واضح. إذن الأمر ليس قائما على أساس أن هذا شيعي أو هذا سني، وإنما هو على أساس التموقع هذا مع المقاومة وضد الكيان الصهيوني وضد الهيمنة، وهذا مع الهيمنة ومع الكيان الصهيوني، ويمد له ويتعاون معه من تحت الطاولة. نحن وبدون خجل مع هذا الخط المقاوم، هذا الخط الرافضي لاحتلال فلسطين والرافض للهيمنة الغربية على بلداننا، والرافض لاستغلال خيراتها ضد مصالح شعوبها ووحدة شعوبها. والأمر ليس كما يصوره البعض أنه صراع طائفي، لا، لو كان صراعا طائفي لكان من القرون التي سبقت هذه القرون، ومن القرون التي سبقت القرن العشرين والقبل والقرن التاسع عشر، لأن هذه الطوائف كانت موجودة. إنما استطاع عدونا الرئيسي المتمثل في الغرب وسرطانه في أرضنا وهو الصهاينة أن يستقل هذه الحالات في داخلنا، وغدا قد يستقلونها في داخل موريتانيا، ما بين حتى ما بين الطرق الضيقة في المذهب الواحد. واضح. وسيستخدمونها إن استطاعوا. واضح. السؤال دائما يتحدث عن التوجه الأفراد والتشكيلات الحزبية، بل وبعض الإعلاميين الآن إلى السفارة الإيرانية والفيزات وقم، وهنالك خط مباشر أصبح مفتوح بين نواشوط وقم وإيران من أجل خلق طبقة إعلامية وطبقة سياسية تحت إشراف السفير الإيراني. هكذا أيضا يتحدث الآخرون. هل وأنت إعلامي متابع الموضوع، هل تعتقد أن التأثير وصل إلى هذه الدرجة؟ أولا شكرا، أولا العقبة شوي أني ما تقاطع. تفضل. أنا تقاطع مع الرأي مع محمد فهل رئيس حزب الرفاه في قضية أن هناك ديكتاتوريات وأنها تحل مشكلة. لا تحل مشكلة في العالم العربي أو الإسلامي إلا الحوار والديمقراطية. في البداية. بعد ذلك. اسمعني. قلت أني لا أتقاطع معك في قضية أن الديكتاتوريات في العالم العربي أو أن الديكتاتوريات هي الموجودة في العالم. في العالم العربي. أو في العالم العربي بالأصح. أعتقد أنها ما الديمقراطية والحوار. مسألتان مهمتان. أنا لم أقل أنها تحل المشكلة ضمنيا أنت تحكم. ما قلتها تذكره جيدا.
على أي حال لا توجد إلا الديمقراطية من أجل حل المشاكل بين الشعوب العالم والحوار. إذن بدون حوار وديمقراطية لا تحل أي مشكلة. واضح. سواء في بلدنا موريتانيا أو في خارجه. والآن وهذا ما أؤكده لك في العالم العربي أساسا. فعلا في بعض الدول العربية أقيمت دكتاتوريات وفعلا دفعت في بعض بلدانها إلى الأمام في فترة زمنية معينة، لكن سد الباب أمام أي أمور أخرى وبدأت الدولة. وأعطيك مثال العراق، دولة بناها صدام حسين بجهود نور السعيدي وغيره. لكن هذه الدول عندما تصل إلى مرحلة معينة يسد الباب أمام، لأنها لم تتخذ طريق الديمقراطية والحوار والمساواة أساسية. المهم أرجعنا نحن على السؤال المتعلق بالخط المباشر ما بين بالنسبة للخط المباشر، لا يمكن الآن لتكذيب هذا الخط. من المعروف أن أي دولة خصوصا إيران، يعني أصبح نذكر لك في زبناء إعلاميين، أسمح لي كلمة زبناء مبين ظفرين، زبناء إعلاميين وإمة وكتاب وأيضا رؤساء أحزاب. هناك أمور قريبة، هناك إمة كبار ومن السنة، لا أنا أتحدث عن موريتانيا ومن الشيعة، أنا لا أتحدث لا عن موريتانيا، من السنة ومن الشيعة توافدوا بالمئات على السفارة الإيرانية عند فتح بابها في الأيام الأولى. من أكد أنه شيعي في الأصل وتحول إلى سني في فترة زمنية، ومن أكد أنه شيعي وما زال شيعي. إذن الأمور قريبة. الدافع هنا لا 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 أفهم، هل هو الفقر أو البحث عن المال أو الوجود إلى غير ذلك من الأمور التي لا أمكن أن أفسرها في دقائق معدودة. المهم أنها توافدت فعلا المئات، سواء من الإعلاميين، سواء من السياسيين، سواء من الأئمة الكبار. كبار هذه تحت خط. مثل ماذا؟ تحت خط. كبار وتحت خط، اللي ما كان يتوقع أحد في يوم من سيتحولون إلى الشيعة ويتبنون هذا المذهب. ويتشيعون. إذا تشيع من أجل البحث عن المال. حوانيت. هل الشيعة في موريتانيا حقيقة معترقة؟ أم هي بحث عن المال كما قلت أو توافد؟ لا أنا أقول شيء من هذا، قلت بأنه أو توافد على السفارة أو من ناحية زبونية فقط. أعتقد أن الراعية إيران فتحت سفارة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، دعمت حزب الله، دعمت سوريا، دعمت طبعا لأهداف. واضح. ما هي تلك الأهداف؟ هل تحققت أم لا؟ نعم لم تتحقق بشكل كامل، لكن العلاقات ما بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والجمهورية الإيرانية قد تثبت بعض النجاحات خصوصا في إطار المد الإيراني في موريتانيا. واضح. هنالك فعلا لم انتهي، لكن هل تحول الجمهورية الإسلامية الآن في فترة زمنية وجيزة إلى الجمهورية إلى المملكة العربية السعودية؟ سيطيح بلائمة والإعلاميين والسياسيين أم سيظل أنهم هم؟ هذا هو محض السؤال. طبعا دور الإعلاميين أينما كانوا هو إظهار تلك المواقف وتبسيطها أمام المشاهدين وأمام القراء، هذا هو دور الإعلاميين عن طريق العمل الاستقصائي، وهذا دور أيضا موقعكم المعاينة وغيرها من المواقع. سوف أتحول إلى الجانب المتعلق بالدعم الإيراني لموريتانيا. الدعم الاقتصادي في 2009 كانت الميزانية الموريتانية تشهد أزمة، ودعمت إيران موريتانيا بأزيد من 100 مليون دولار وببعض المعونات العينية كشركة النقل وغيرها. هل تعتقد أن إيران استطاعت ولا تزال المد يد العون في هذا الإطار جانب الاقتصادي؟ أخي العزيز، أنا نتكلم عن جانب الاقتصادي. أولا أنا أقول الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهذا أحني ما أقول مد يد العون الجمهورية الإسلامية الإيرانية الجمهورية الإسلامية الموريتانية للشعب الموريتاني، هذا شيء طبيعي. كيف؟ يعني نريد اسمح لي، وجود سفارة هناك، سفارة الصين هناك، حتى سفارة النيجر. أكيد. ولماذا سفارة إيران كل هذا الضجيج على سفارة إيران؟ السؤال مطروح. يمكن إيران وقعت اتفاقيات كثيرة، وبالمناسبة أنا لم أزر إيران قط في حياتي، ولست من كل هؤلاء اللي نتكلم، لم أزر إيران في حياتي.
ولا أعرف كل الكلام اللي كنت تقوله عنه. أتوافق معك أنني داعم ومتفاهم مع كل الخطوط. أقول في قضية الاقتصاد إيران دولة عظيمة وتستطيع أن تمد موريتانيا بكثير من الأشياء. اليوم الباصات الموريتانية الإيرانية تلفت الموريتانيين في الشوارع مجانا. الشعب الإيراني قدم إلى الشعب الموريتاني عون سخي، والإنسان البسيط عندما يقدم لك عون تكون شاكرا على الأقل. وماذا قدمت موريتانيا لإيران؟ وماذا يمكن لموريتانيا أن تقدم لإيران؟ قدمت لها أحزاب سياسية مهمة. دعني أحزاب سياسية هذه إيران. هذا أنتم تعترفون الآن. اسمح لي هذا الفولكلور. اسمح لي هذا الفولكلور السياسي. نحن اهتمينا بالفكر الخميني من تأسيس الدولة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وكنا ضد العراق، وكنا نعتبر أن ما وقع في العراق هو تدمير لثورة عظيمة وقعت في إيران، وهذه الثورة العظيمة سوف تتواجد في المشرق، تغير الخارطة في الخليج العربي الذي لا يعرف إلا الدكتاتورية والقتل واستعباد الشعوب، وهذا هو الخوف الكبير للملوك في الخليج العربي. ولذلك سلطوا عليها صدام. هل من الصحيح أن صدام يقتل مليون إيراني ومليون عراقي؟ ولماذا؟ كان يحب السلطة فقط ومن أجل السلطة لا أكثر، وكلهم مسلمين وكلهم بينهم من كل شيء. نرجع إلى السؤال، قضية إيران تستطيع أن تعطي كثيرا لموريتانيا إذا أرادت موريتانيا. إذا أرادت موريتانيا، وأنا متأكد على أن الحكومة الحالية لموريتانيا وخاصة الرئيس الموريتاني نحن يستطيع يفهم ويدرك ما يمكن أن تقدمه إيران وحجم إيران وحاجة موريتانيا إلى إيران. ولذلك هو إن هذه السعودية هو يمثل 3 ملايين من الموريتاني، ومسؤول عن الدولة الموريتانية بانتخاب، ومن الطبيعي أن تكون له علاقات في حسب الدراسة وحسب الكوكتيل السياسي الموجود الآن. ولذلك هناك سيارة للسعودية أو لغير السعودية، أنا لا أظن لها علاقات مع إيران، مع أن إيران اليوم السعودية تحاول أن تكون لها علاقات مع إيران. إيران القوية التي تنشر كل شيء، إيران التي تستطيع اليوم أن تتحكم بالخليج كما تريد. أنت تعرف معنى الخريطة الإيرانية، هي على بحر هرمز وهي على بحر عمان، وهي تنتج البوارج. وبالتالي موريتانيا والموريتانيين يجب أن يفهموا على أن هذه الجمهورية الإسلامية الإيرانية تستطيع أن تمدهم بكثير من الخير، كما فعلت في إيران في 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 في, في لبنان، وكما فعلت في سوريا، وما كما فعلت في السودان، وكما فعلت في السنغال. الآن السنغال في أكثر من 35,000 سيارة نقل عند السنغاليين يعيشون فيها، وفيها أكثر من 70,000 شاحنة عند السنغاليين يعيشون فيها. هذا هو التبادل الطبيعي بين المسلمين وبين الإخوة الأشقاء، وهذا هو اللي يجب أن يكون ما بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأكرر الجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية الإسلامية الموريتانية. أما الباقي فهو ضعفاء النفوس، وفي أناس صماصرة يبيعون الفكر حسب طلب، كما قال أخي هذا مقرف أن ترى رجال دين يتوافدون بقصائد إلى السفير الإيراني. وبالمناسبة أنا أعرفه شخصيا، وهو شخص عظيم. أعتقد أن مهام انتهت قبل. لا، هو مهام انتهت، والسفارة الإيرانية اليوم فيها قائم بأعمال منذ أسبوعين. وذلك الشخص كان رجلاً عظيماً ويحب هذا البلد، ويحاول بكل الوسائل أن يبني علاقات اقتصادية، وهو محترم جداً. قدم له الرئيس الجمهوري السيد محمد العزيز ميدالية شرف وشكره كثيراً، وشكره المسؤول الموريتاني، وهذا شيء يجب أن نعيش له. أما الباقي وهذا كل شيء ثاني هي خزعبلات. وأقول لك أن اليوم فيه مئات الموريتانيين عند طابور السفارة السعودية، كل يقول كلمة ثم يذهب عند بوابة الخلفية للسفارة السعودية مقابل 200 دولار بما فيها صحفيين، وبما فيها إعلاميين، وبما فيها أئمة. واللائحة طويلة، يوم تبلى السرائر ذلك يوم شديد. وأختم بهذه الرسالة التي كتبها العلامة الكبير اللي نحترم ونجد الحسن الددو ويرسل إلى الملك. سنصل إلى في نهاية الحلقة فيما يتعلق بالمداخلات الأخيرة من حلقة الليلة، وهي تتعلق ب إذا كانت عندكم كلمة تتعلق بالموضوع بصفة عامة يمكن أن إدلأوا بها. قبل أن أعود للكلمة أؤكد بشكل سريع جدا، أؤكد أني لم أقل كما أشار الأخ بأن الدكتاتورية يجب أن نحل القضايا. أنا لم أسمي كلمة الدكتاتورية إلا بذمها.
لكني قلت وأبكت على حق الشعوب في الحصول على حريتها وكرامتها ومشاركتها في إدارة شؤونها، لكن هذا الحق يجب أن لا يستقل لتدمير هذه البلدان. بالنسبة إذا كانت الكلمة هي الأخيرة، إيران دولة مسلمة، دولة صديقة، حرص الولايات المتحدة الآن على إقامة علاقات مع إيران وعلى تسوية اتفاق معها وكذلك الدول الأوروبية يؤكد على مكانة هذه الدولة وعلى أهمية هذه الدولة وعلى أهميتها السياسية والاقتصادية في العالم، وهذا يجعل أن كل الدول إذا كانت تدير أمورها بشكل طبيعي ولا تدفعها الأحقاد والتعصب الأعمى عليها أن تسعى لإقامة علاقات طيبة مع هذه الدولة ما دامت تحترمها وتحترم استقلالها، وهذا ينطبق على موريتانيا. موريتانيا لها علاقات طيبة الآن مع إيران، وعلى موريتانيا أن تسعى إلى علاقات طيبة مع إيران كما مع باقي الدول ما دامت هذه الدول تحترم إرادتنا ووحدتنا وكرامتنا ولا تدخلوا في شؤوننا. واضح. علاقات بين الدول يجب كما قلت في البداية أن تكون على أساس المصالح ولا تبنى على أساس المذاهب أو على أساس الديانة. لو كان ذلك لما أقمنا علاقات مع أي دولة أوروبية ولا مع الصين الشيوعية ولا مع الاتحاد السوفيتي قبل ذلك. واضح. وإنما هي على أساس المصالح والاحترام المتبادل. واضح الحديث للإعلامي محمد بدن، إذا كانت عندكم كلمة أخيرة. أود هنا أن شيئا ما بالإعلاميين عن التوافد الذي ذكره، وأعتبر أنه اعتبر شائع لأن الإعلاميين أكبر وأذمن من أن يتوافدون بهذه الدرجة. الإعلاميين نموذج على أي حال. لا من بد أن ما مجدوته أنا ذي قد يعود لا مثال توحي لا تبغي يكثروا يكثروا من الحي من الحي يلي كل سبارة إعلامية وكل سبارة زبناء صفاقتها. المهم أن في نهاية الحديث أؤكد هنا أن الشعوب العربية والإسلامية محتاجة لحوار جاد، محتاجة لحوار الديانات. هناك مركز في طهران للتغريب إلى المذاهب. إيران تقوم بمجهود يذكر في هذا الشيء. المطلوب المطلوب هو التقارب، لأن الهدف الهدف هو بناء دولة مسلمة قوية سواء عربية أو غير عربية، خصوصا أمام التحدي الإسرائيلي الأمريكي الدائم. كيف يكون ذلك؟ يجب أن يكون مفكرين هذه الأمة يفكرون بشكل جيد عن هذا الحوار ويبت فيه في أسرع وقت قبل التناحر فيما بين العرب أو ما بين المسلمين أو ما بين الطوائف الإسلامية. أود أن يكون ذلك على سرعة على على على, على جناح السرعة، وأن يكون على وأن تكون الأمة العربية والإسلامية على وعي تام بأهمية هذا الموضوع. أتمنى أن يصل نداءك، وأتمنى أيضا أن يكون فيه لمسة السحرية التي تنادي من أجلها. أستاذ محمد أحمود، إذا كانت عندكم كلمة أخيرة. أنا أقول قبل أن نختم هذا اللقاء ونبدل بما تقوم به المملكة العربية مملكة آل سعود على الشعب اليمني العظيم، وأن نساء ورجال وأطفال يقتلون اليوم بالطائرات الأمريكية في اليمن الشقيق، وأن هذا عيب على المسلمين وأن العرب. وأشكر وأقدر وأثمن جيدا العلاقات الموريتانية الإيرانية، وأعتبر على الإيران جمهورية الإسلامية الإيرانية سند لنا نحن العرب. ومن الضروري أن نفهم هذا، عدونا الحقيقي هو إسرائيل، عدونا الدائم هو إسرائيل، عدونا الأبدي هو إسرائيل، وبوصلتنا دائما باتجاه إسرائيل مهما كلنا الثلاث. وهذا هو مشاهدي الكرام، في نهاية حلقة الليلة أتوجه بالشكر الجزيل للسادة محمود ولد الطلبة الذي ساهم معنا ممثلا عن الجبهة الشعبية، فهو نائب لرئيسها، ساهم معنا في إثراء الحوار وفي التطرق لمختلف المحاور التي ثارت الليلة في حلقتنا الثانية
من الموضوع المرتبط بالمقاومات، المقاومات في العالم العربي في إيران وفي المد الشيعي. كان معي كذلك الإعلامي محمد بدن الأعمار، وقد كشف الكثير من خبايا ودهاليس هذه المحاور، وهو مدير لموقع المعاينة وباحث مهتم في المجال، فلكما ألف شكر على المساهمة. وكان معي كذلك محمد ولد فال، وهو نائب في الجمعية الوطنية ورئيس حزب الرفاه الممثل في الجمعية الوطنية كذلك. محمد والفال حاول كثيرا إعطاء صورة حقيقية للوضع المرتبط بالسياسات الإيرانية وبالعلاقات وتثمين العلاقات التي تربط موريتانيا وإيران كما هو الشأن مع بقية الضيوف. ناقشنا طيلة حلقتين موضوع الهلالين السني والشيعي، وحاولنا إبراز مختلف الآراء والاجتهادات التي ترتبط بالملف. لم نقم حلقة خاصة بالمناظرة، ولكننا إسهاما من قناة الوطنية ومن برنامج حوار نواكشوط عملنا على إبراز كل رأي على حدة. في حلقتنا القادمة نتناول موضوعا آخر. إلى ذلك الوقت أشكركم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.